انت العراق اللي ما كبت بالدنيا مثله، انت العراق اللي ما كحن من ناس وهله، عنك سألنا الدنيا عنك تدري ايش تقول. حياكم الله مشاهدي قناة الرشيد الفضائي. اليوم احنا نتواجد داخل حديقة الأمة اللي هي تعتبر من أقدم الحدائق في بغداد. راح نشاهد وياكم هذه الجولة بقيانة. وما دام نشتم الهوى نبقى نحبك، والخير راجع يا وطن والجاي احلى. السلام عليكم. حياك الله. حياك. شلونك؟ يا مرحبا. اخبارك؟ كل الهلا. الله يخليك. شلون عشت الاجواء هنا داخل حديقه الامه؟ والله هذا المتنفس، انا صار من التسعين ما طاب هذا المكان، واليوم هذا الصرح استبدل الى متنفس للشعب العراقي. الشعب العراقي يستاهل هذا الشيء ان نفرح به، ونشكر كل من قام بهاي الجهود اللي صنعت هذا الشيء من بعد ما كان هذا المكان ميت. شلون شفت الاجواء داخل حديقه الامه؟ والله الجو الاجواء كلش حلوه، ومع هذا احنا الشعب العراقي ترى يستاهل هذا. يعني انا ما يعني رغم وكلش مكان حلو جميل، الشعب العراقي يستحق اكثر واكثر واكثر، واحنا نترجى يعني مو بس يعني بس بالعاصمه، نترجى همنا بالمحافظات همنا يبادرون مثل هاي المبادره. نبقى احنا نوافينا هيك احنا تعلمنا، تغيب الدنيا حبك ما يروح ويتركني. حياك الله. حيا حيلك. الله يخليك. شلون شفت حديقه الامه؟ شلون شهاده الاجواء فيها؟ والله اجواء حلوه ولطيفه، العالم طيبه، واليوم سوينا عيد ميلاد لاخوي هشام. ايش مسوي؟ ها؟ لازم الدمره. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا صحة وسلامة. الله يسلمك يا طيب. الله يحفظك. شلون شفت الاجواء هنا بعد الكيك بعد صار على وجهك وحديقه الامه؟ هذا قرار ترضاه؟ ايش قرار ميلادي؟ يعني لازم شويه يعني ندمره بالحلا، ندمره بالكيك حتى تعيد علي السنه يعني بصوره صحيحه. بصوره سلام ان شاء الله يا حبيبي. انت والاجواء شفتوا الاجواء هنا؟ شوف احنا ابسط الاشياء هسه كمثال هاي الحديقه، شوف العالم شلون فرحت بيها وشلون هاي، فيعني العراقيين ببسط الاشياء يفرحون. كافي حرقان اعصاب، خلينا نلامس الدول الجوار اللي كنا نقول عليهم بدو ما يفتهمون، وعراق الحضارات هاي بال 58 انا كنت بيها، بال 60ات كنت اجي بهاي الحديقه. عندك ذكريات هنا؟ طبعا. هاي كانت احلى شيء حديقه الامه. والله هاي صار لنا يومين، يوم على يوم دا نجي احنا. يعني انه البارحه تونسنا ورجعنا فرحانين، وها يعني تغير الجو علينا طبعا. طبعا شيء. اي فقلت لهم اليوم نروح هناك ونسوي عيد ميلاد ابني. حياك الله. حبيبي يا الله محييكم. شو اخبارك؟ الحمد لله. الله يخليك. من وين جيتك؟ انا من بغداد. شلون شهاده الاجواء هنا داخل؟ حلوه رائعه، بارك الله بالجهود اللي مبذوله، وان شاء الله الامان والمحبه والسلام لهذا البلد لان تعب. عندك ذكريات داخل هذه الحديقه سابقا؟ لا لا. يعني ما وصل هاي اول مره؟ لا 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 ما وصل. والله الاجواء كلش حلوه، ويسعدني يعني وجود هيك يعني متنفسات للعراق. بصراحه الشعب محتاج هيك متنفسات مثل ما بدنا نشوف العوائل كلها جايه ومن مختلف المناطق، يعني مو منطقه واحده، ويفرحنا هذا الشيء. الحبيب وكل شف دوا يروح لاسمك، من الف ليله وليله قصه حبنا يمك. الجنه انت الجنه والله، وتبقى بالخير. الله يحفظك يا عراق.